عش ما شئت فإنك ميت. أنت دونتيد نولو، أنت دونتيد نولو. نتيجة وحي كرد ما نسا وطي ما نسا يا رسول الله. نتيجة وحي وطي ما نسا. عش ما شئت فإنك ميت. وحقيقة يواقع أنت نبضن أين مالي والبا إن الدور دول مرتوا إنس إلا وسينه. وحينكم مشغولة عرورتا وحينكم مشغولة حولة وحينكم مشغولة نفتين وحينكم مشغولة سياسة قردة سعين كاتري قردة سوحاسة ميسي قردة سنقوف ودقريني لكن حقيقة وحوى يعيش فإنك ميت. نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هاي القرآن كمحوكي لي إنك ميت وإنه ميتون. إنك ميت نبي محمد وإمانسا كونكو أكو تعالكو قلبين يا أبو بكر يا عثمان يا عمر عدا كتابان يكو دمقس أيقا أي دمقس أيقنا وإمانا يا بالمري وإنه ميت. إلهي سبحانه وتعالى قال يا مسلم وسكدر وحولي كل نفس ذائقة الموت كل نفس وللإشماع عدكم عرس ما تشوفته نف والبا روح والبا لمن سأقول النبي إلهي سبحانه وتعالى مركز كل صدر هذا وحول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال كل من عليها فان الدون كان وح ولا دون صار وقول ما نسى مركز النبي صلى الله عليه وسلم فرت الوفي قي وح ليلي عش ما شئت فإنك ميت. مركز سكرات الموت النبي محمد أتمي صلى الله عليه وسلم نبي محمد مركز سكرات الموت مركو ملك الموت يسوس انتانو سو دول تاقن مرير بوقيم بو بيها انتو قليم وشكس كما سحجر مركز سورة لا إله إلا الله إن للموت سبحان الله إن للموت سكرات. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عائشة وحيت رضي الله عنها مركن أركي نبي محمد يعانكم موتك أس العيي نفض باب كمان نحن ولمنس نفض باب لمنس باب دن كمان قلين وأي نبي محمد بان ركبتي صلى الله عليه وسلم ونبي محمد وآن ربعون وآن بين شيء وآن زنيسن وآن عد ظلم وأن عد عاين وطاهر مطهر ونظيف وقدهيس لابتيس يوحى الدشيس انت بقى الطاهريين طاهرا حيا وميتا أي عايش كل هذا يسدو أقلي ملك الموت مركن أركي نبي محمد عدنا باب كمان نحن بيت رضي الله عنه محاك رأت مركا ذيك يا عبد الله مركو قبصده ملك الموت وما يقبصده محيننا سلابيننا عبد الله بن عمرو بن عاص ايا وحي يدي اباه بن دول فارست عمرو بن عاص عمرو بن عاص وابيه او دمنيا ونفتي كسي بحيس فقلت يا ابتا كنت تقول ابا واحد اورنجرتي ليتني وحن جعلان لها ان اركو رجل لبيب عاقل قف حكمت له وعقل له وهذا السكيني كرو نفتي كسي بحيس وسن ورايس وانت ذاك الرجل ما انت نينكا سوا اديك ابي اي ورنوا بالملك الموت كور حنون كيسا كور وحيلي عبد الله بن عمرو بن عاص مارك انت كوري ابهي ابهي انت اس حل قامي اي حق اي كسي تشيست مارك سو اوي ادبو اوي سبحان الله وعمر بن عاص رضي الله عنه وداهية العرب عمرو بن عاص إن بدن بوئي إن بدن فقال أي بني آب بويري مررت بثلاثة مراحل صدح مرحلة من صومري كو هذه لمن لها عذاب تنقلي لها ومركن قال أن أحب ويري نبي محمد يدين كيسر لدقى لم يتشري
haddan markaa dhiman lahaa cadaabtan geli lahaa buu yidhi. Talabaad buu yidhi haddii aan dhiman lahaa jannadan geli lahaa ahlaljanna isku hubsan lahaa buu yidhi. Wuxuu ahaa markuu nebi maxamed noolaa sallallahu calayhi wasallam, markuu nebi maxamed nala joogay uu na wacdihi jiray uu nala hadli jiray uu jannada iyo cadaabta uu na soo hordhigi jiray, haddii markaa aan dhiman lahaa buu yidhi ahlaljanna ahaan lahaa buu yidhi. Walaakin ay bunay lacibat min addunya, laakiin buu yidhi aabo adduunkaa nagu ciyaaray buu yidhi. Markuu nebi maxamed naga dhintay, markuu naga dhintay sallallahu calayhi wasallam, markuu dhintay buu yidhi adduunkaa nagu ciyaaray. Subxaanallah, waa saxaabi ya cibaad araxmaan, waa saxaabi, waa camr bin caas, waa ninkii yidhi waxaan isu haystay inuu nebigu adduunka aniga igu jecel yahay. Famaa nadartu buu dhinaciisa mara maan eegin ilaa wahuwa yanduru ilaya, mar waran xaggiisa eego nebi maxamed aan isoo hegayaa buu yidhi. Subxaana allah, xataa atayta ilaa nuimi faqultu yaa rasuul allah man axabu nnaasi ilayk, ilaa nebi rasuul yaad adduunka ugu jeceshaa waa anaa ismoodayo buu sidii isoo dhoweynayo. Waa ninkaa wuxuu yidhi markaa buu yidhi ay bunay ثم لعبت بنا الدنيا، لعبت بنا الدنيا دفما نقو عيارا فوالله لا أدري طبعا ما أنت من تبو لي مالا قليا ما تشرتو، لكن وان كو شيقا يا أبو يري حنونك وحي هاي سكرات الموت وحي هاي وان كو شيقا يا أبو يري وحي لك أني بين السماء والأرض واحد من الدابرين يعني قلك يا عرك ودحيو لأن لا يسكت رباحي ميزانك عرك ميزانك عرك إنو اللابت إيقا تشيفو أياد مودا وكأني أتنفس من ثقب إبرة واحد مودانا إن إربد رول كيد أن كان نفسنا يو أكسجين تي عادي جهيد بعشان أدنوك سيد مكة عاد عاد وأن نفسنا سيد مرك الملك يدموت كوسود و ويكو يرانا سا سبحان الله وين نقول لك سا نفط وحيلي إن إربد رول كيد أن كان نفسنا ياد مودا وكأني طير في مغلاة الزيت واحد مدابول الشمبير نول وسريد كرسا لغو دحتوري كور حنونك شمبير سليد اويل بويلينج اويل سليد كرسا لغو دحتوري يدو نول فريك فريك تيد سميدو عرق لمد بيو حنونك لمد وانيك دردارون كاد آبو مركا لنتاي آستان بو يري هيقفو غاني سبحان الله بظلم هيقفو غاني بو آبو in waxar lagu qali karo oo hilibka la haraga laga bixin karo oo la googoyn karo in laga ila fadhi way xabaash waa waxsha. Marka nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam jibriil wuxuu ku yidhi yaa muxamed cish ma shita fa innaka mayit, inta doontid noolaboo dhimanaysaa, inta doontid noolo, laakiin waxaynu aragnaa inaku inuu malaka lmowt inaga fog yahay waxaynu aragnaa seynu u noolahay yani adduunka waynu eryanaynaa, waynu is eryanaynaa. Waxaad kula dagaalamaysaa, kula dagaalamaysaa luqmati caysh, waxaad u xaasidaysaa kaa luqmati caysh, waynu isnaka isku jeednaa. Nebiguna sallallahu calayhi wasallam fi xadiidi abaa hurayra fi tabarani waayri xasab saxaahu albani, nebigu sallallahu calayhi wasallam mara biqabri rajulin فقال من هذا؟ حبال بو سو اقمر النبي و هو يري وار حباشن ياله ايل كان قد كان ياله. فقال فلان هبل بال بو يري مقصر والله لهذا بولي ركعتين اما ركعتان لبر ركعادود و ايدنكو هاول يري سنسان افكن ayunikani ka jecel yahay baqiyati dunyakum, inta adduunka baydin ka hadhay laba ragcado hadda la soo celin lahaa ifka hadii lagu soo celin lahaa oo la odhan lahaa kala dooro inaad laba ragcadood oo hebel u hawl yaraysto laba ragcadood ya adduunka inta ka hadhay oo dhan qaado bayxa qaado cirka qaado xidigaha qaado dhulka wada qaado dumar oo dhan qaado adduun oo dhan qaado maxaad dooran lahay. وحنا والله إلا برك عضوض أيك الدوران الله لا برك عضوض أيك الدوران الله يعني أوفر سقف لنتي ومانت حباشة كتشرة
والله إذا هذا كلا دورة الدين كينا سبحان الله أتلاحدت كلا دورة حولها كي يعافي مات كي يعرور تادي يطول كي يينا تادي سبحان الله والله قرأ في صحيفة عام عمل الصالح كيف دور الله سبحان الله لكن إنك وحين صحي سنة إنه نقفق يحي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا لما شاء وحين نقرأ إنه نقفق تعي لكن ما يدودي وملده وحل صور النبي داود عليه السلام أي ملك الموت بأيمي أنت سكوصر لقى قف بأيمي فقال داود من أنت ورياته قال أنا من لا يهاب الملوك ولا يمنع من القصور وحلان وحنا هاي ننك أم بقرد كبقين كي أم بقرد كبقين ما هاي بوير وحنا هاي كي أن لو لقم ممنوعين قصر رضا وأن لو ديدي كارين وحنا هاي كأن لا لوش كقاضن اسمه مورد الملك الموت بان هاي وحلو بقصر وحلان وعيد كما بقو وبقرد كما بقو قصر اللي يمدي دي كره لا لوش نمقاط إنك عسكري هتوك وقفتت الشيء وده قاعد تقلين السماء لكن ملك الموت مرق وقفته ما شيء ولا قاعد ما يبغيري ما داود واحد إذا أنت ملك الموت واحد يقول هتوك مركع ملك الموت قال نعم قال يا ملك الموت أتيتني ولا مستعد ملك الموت أنا أمضي يا رجوبين يا دي قصة قاعدة وداود وفي رسالة وداود عليه السلام أنا أقول حديث وقرنسة في صحيح مسلم حديث موسى إنه النبي إنه ملك الموت ويموئيش كسر رتيبا موسى عليه السلام وحول ملك الموت أنا أندي يرقرون بعد إيتم ملك الموت وحقو جوابي يا داود أين فلان قريبك وأين فلان جارك ورنكي وحسو حيداني هبل ميه ونكي شاك هذا حكم الدنبي قال مات وين انت قال الم يكن لك واعظ ورميتك عبرت قادم ويدي مركو دنتج والالكا اما شاركاغي اما نكي اتولك يسو هيدن قفكي مركو دنتي ميانتك عبرت قادم ميانتك عبرت قادم مركا النبي محمد صلى الله عليه وسلم محوي نقول الدردار مي وحيلي أكثر من ذكري هادم اللذات أكثر من ذكري هادم أو هادم اللذات بدي أبويلي صلى الله عليه وسلم إن حسطان ملك الموت لمشهد وحيلي صلى الله عليه وسلم ما ذكره بول ما حصي قف كتشرا نرأضك ولك فحيا عيشة يومي إلا غفك اسمك اللي مشى حسسته وحرني وني محاس سوار سد اللي مشى كادم بيس أبور إلك كوجون يا كادم بيا غفك غني جه حلا هاي سان مركو حسسته أنت إن لقب حسني أصلا مرك آخر يوم نقوني مرك النبي وحال يقول واني ووانيك وانت دتشين ياي وحال النبي وجبيل كواني وحكيري عش ما شئت فإنك ميت وحر رعيي The brothers asked me to translate this in English, so I will do it very quick. The Prophet sallallahu alaihi wasallam came to the Sahaba and he informed them that Jibreel came to him. And Jibreel said to him, to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Muhammad, live as long as you wish. The end result is you will die. You will die. That's the end result. No ifs, no buts about it. And the ulama said, why did Jibreel alayhi salatu wasalam did not praise the messenger of Allah and say to him, O messenger of Allah, O prophet of Allah, O beloved of Allah, why did he use his name without any titles? Because they said the position and the situation is a situation of wa' admonishment. So Jibreel alayhi salatu wasalam warned Messenger of Allah that regardless how long you live, you could live 70 years, you could live hundreds of years, at the end result is you will die.
is a warning for all of us. It's a reflection. If this message was given to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plain, straightforward, no sugar-coated, no presentation, then you and I should better be aware of that, that when Malak al-Maut comes, there is no respite. And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam always reminded, he encouraged us, and he said, mention or remember death march. Remember death march, which means remember death all the time. Don't be absent-minded about death. Always remember death, because it could be on your doorsteps. And I mentioned a hadith or the story or incident that Malak al-Maut came to Sulaiman, to Dawood alayhi salam. So Dawood did not recognize Malak al-Maut, and he asked him, "Who are you?" And Malak al-Maut, without in saying his name, you know, bluntly, he said, "I am the one who fears no kings. I'm the one whose palaces cannot be closed, the gates out of without him." And then he said, "I'm the one who will not take bribery." So Dawood said, "Then you are indeed Malak al-Maut." He said, "Yes." He said, "You came too early for me. You came when I'm not ready for death." And then Malak al-Maut said to Dawood, "Oh Dawood, where is your relative so-and-so? Where is your neighbor so-and-so?" And Dawood said, "They all passed away." Malak al-Maut said, "Wasn't that warning enough? Wasn't those incidents enough warnings for you? How could you be oblivious about death?" That's the first point. Talabadu Nabi wa lagu yiri alayhi salatu wa salam wuxuu ku yiri wa uhbib ma shi'ta fa innaka mufariq wa hadu anti chi'law ninki xoola chi'laayo diyaar garow ninki gabar chi'laayo diyaar garow ninki maga chi'laayo diyaar garow ninki shahaadad gidaar lagu dhijiyo chi'laayo maga diyaar garow وحولات تعلاتي دوات كتغيسا أحبب ما شئت فإنك مفارق حولها ينو أرور إنو أينو حلال إمك وحابة شرع علاد باشترت سبحان الله قفك مؤمنك حتى الصلاة كلت كنية إلا ما رحم ربك وحد شعب الدودة السوق قلية بانك ما قلوه أمن حلال هو أمن حرام وحادونك مانتا in the sabay oo lumiyay kalimada imisan haysta ma haraaban ka keenay ma halaal baan ka keenay ma qof baan soo dhacay ma qof baan dulmiyay ma nin baa agoon baan xuliisu cunaya maanta in ilaahay uu doorto ma ka ayaynta ka fakarta laakiin maanta maxaynu ka warwara maxaa jeebada igu jira nabi wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam wahwara ta'ash arta ta'ash hada haaskaaga ta'ash هذا أقل حاجة تعيشي هذا بيزنس حاجة تعيشي فإنك مفارق ما تكتريس علماء دمر كان وحي إلى هذين الفطن قفك مسكح ذله وقفك عمل الصالح جعلها ضد قفك فريدك إكرت ذله عقلي قاله وحو جعلانا يا عمل صالح واحد أركز القرآن كأخرية ذكرك إلهي وهي حالانت وكسفينيا هل كاسد كهلسة هل كا أيات كهلسة وايو وحو أقيح حباشة إيل كي يلا قليا نبي صلى الله عليه وسلم حوي يتبع الميت ثلاث حباشة مركي نقف صور رأسي سي آسينين سي قلبينين صدح بها الرعب للنبي وامحي أهل حولي أهل كيسة رير كيسة طول كيسة حولهيس يعمل كيس فيرجع لبس الله متبقى حوله ويصون عليه تلك وصون قنيا حوله ويصون قنيا عمل كنا وكل شوقية مركع علماء واحد هذين إن كان لابد تضوى تعلان سيد واحد تعلات عمل صالح عملك صالحة تعلو عملك صالحة تعلو نبا أبو ذر الغفاري أبو ذر وحها نن زاهدة رضي الله عنه وأدون كان
ka tagay man nimba soo siyaartay markuu dimashq joogay wuxuu ugu yimi aqalkiisa iyo waxa yaala koombayr soo koombada garanaysan taasad yar baa taala waxa halka dhulka u yaala harag waxa yar harageed ninkii baa yaabay nin saxaabiya iyo soo siyaaranayo magac weyn leh gurigiisana intaas ayaa yaala فقال يا أبا ذر أين متاعك أبو ذر حولهاك مايا حولهاك مايا مكاسوري في مكان أحمل أن تعالها أيان قيست ميل أن تعالها وحشيلنك هلابا وعمر صالح حميد بن قصد قيستا أمكو يبسيدا شيلنك هلابا مركن وحلابا آخر نص الدرس دا. فقال يا أبا ذر لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا فقال ان رب الدار لا يدعنا سبحان الله وحلو انت ديف كنت شوكت ده انجوي غري وحيالو فنشي يالو نولو وانا اكسن يالو ما قاسور وا ميشن من كلاغول يعني ميشن كلا نينك مورك ميشك هلكن عدي له ان نكسي راغنو نو ما اوغلا وا الهي سبحانه وتعالى ميشن عدي له ان نكسي راغنو افكن نولو ما اوغلا وا الهي سبحانه وتعالى مركا عملك صالح وحد هشيبا The second point that the messenger of Allah received, the second advice, was love whoever you wish, whatever you wish, but remember you will leave it behind. So if you love your relatives, if you love your children, if you love your wife or your spouse, remember you will leave them, it and everything behind. You will leave them. I know we love wealth. We love wealth. But you will leave them. You will leave your wealth. You will leave your car behind. You will leave your house behind. And guess what? Somebody else is going to enjoy it on your behalf. And the responsibility and the pain of that amal, that wealth, is on your shoulder. Kalaga xisaabaya xoolaad ka tagtay waa adiga. No one else. So the ulama said, if you have to love something in this dunya, love righteous deeds. Love praying in the front. Love the recitation of the Quran. Love giving sadaqah. Love, you know, smiling in the faces of your Muslim brother. Love good deeds and do not love only the material things. The third thing, نبي يقول صلى الله عليه وسلم واعمل ما شئت فإنك مجزي به وحد دونت السماء وحد دونت السماء عبادة يسوء والله قاعد عبادة مريضية بين شك والله قاعد حسابية قفدل والله قاعد حسابية حج والله قاعد حسابية اعمل ما شئت فإنك مجزي به وحو ولا تسمي سد عمو ولا تسمي سدبة ولا قال حسابي مركا قفكم مؤمنك وحول بوين حساب صدا فدغني مك اسك فدينا اورنينا وحنو ايمي شيخ محمود يا شيخ كينياوي فدغ مي حساب صدا وحده الهي درتي من حساب سنه الهي درتي ايون حساب سنه وقت ويس اوروري با ليدي وانا قال سي وانا اكسب وانا قال واي شيخ محمود ان دغيسنا مبهنه حديثكم دمينا يا وصو وان حراشي دوناي ان شاء الله نبي صلى الله عليه وسلم he said to Jibril said to the prophet صلى الله عليه وسلم and he said and do whatever you desire you will be held accountable for do whatever you wish do whatever you wish and this is not a compliment it's not an encouragement it's a threat It's not like, oh, do whatever you want. No, but it is a threat. وَلِلَّهِ الْمَثَلِ الْأَعْلَى When you have your kid, when you have your child, and you want to, you know, you say, وَحَدُوا تِتْسَمِي أَنْكُوا قَرَاعِ دُوَرَكَلَى And do whatever you, I dare you do this. So it's not an encouragement. It's an admonishment, a warning. So Allah's messenger of Allah received that from Jibreel. The fourth, the time is running, I only have 6 minutes. The fourth one, he says, sallallahu alayhi wa sallam,
واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. شرف شرفت أدوام حي وقيام الليل قرانا هيو وقادم بانا هيو إساق بانا هيو ما شرتين بانا هيو يعني قصانا يدوبو دي بانا حي وحاس ما شرتو ما شرتو. في صحيح مسلم نبي صلى الله عليه وسلم حويري قفك عمل كيسو ودددجين وايو نسب كيسو ما ددجين مركز صراط كلام مرأي من أبطأ به عمل وبطأ به عمل لم يسرع به النسب. خير هبل بانك كاساري ما يصو يوم القيامة خير هبل بانك كاساري ما يصو أبا صبور كنية ينسيتا كاساري ما يصو ميت كنية ينسيتا كاساري ما يصو مكا. لكن شرفت مؤمن كوام حي قيامها هي إفكبا وقيام الليل قفل أركسا أن طلحين أن حور لحين وأن مقع لحين وهذا إلهي هيبت سيئ هيبت بإلهي ويقف كاسي قيام الليل يسكت كذا شرفتيسو يعني شرفتيسو ومحي وقيام الليل. مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحلقوا لي وعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. The Prophet صلى الله عليه وسلم was told that the honor of a mu'min is night prayer. It's night prayer. So the honor of a mu'min is not his lineage. It's not where he came from. It's not what family is from. The honor of a mu'min is his lineage, his amal, his qiyam al-layl. لذلك, look, Bilal bin Rabah, he wasn't a man of a lineage. You know, Salman al-Farisi, he wasn't a man of a lineage. You know, Suhaib al-Rumi, he was not. But all of them are in Jannah. Why? Because the sharaf relied on a certain amal, which is qiyam al-layl. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, وَشُعَلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ قِيَامُ اللَّيْلِ. The last point that the Messenger of Allah gave Jibreel, or Jibreel gave to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, قال, وَعِزَّهُ إِسْتِغْنَاءُهُ عَنِ النَّاسِ وَعِزَّهُ. Now, al-izz and sharaf, they are close. But al-izz is a beyond honorable, beyond the term honor. Al-izz, it means strength, it means power. You know, it means, you know, this is who you are, al-izz. Sometimes person has izzat in-nafs, which means qafk. وحليهاي يعني إنه من سفاسف الأمور وسفاسف سفاسف ما تعلى إنه ركز لقى ما تعلى حتشعليها صو حتى باهن أيوة نمي جزاك الله خير. إن اللدو اللي يستو ما تعلى إن اللدو اللي يستو وحلو عزه واستغناه من الناس استغناه عن الناس قفك مركع عزدا عن كيبكو كيانا مركو ضدك كافتهما مركو ضدك ككاف إنت تقف باهن تودو اللي سنتي انت تقف انت بناء ادم وباهنت هاي ود اللي سنت نم بايري وحصقر البصره ما شاء الله وصقر ما كان سيد من سيد المدينه ما قال دنيا مضح يا سيد فقيل حسن البصري قال وبما ساده قال استغنى عن الناس واحتاج الناس الى علمه وافر صد نينك ما قال ده يعني نينك مضح الى الدنيا وايو وحيري وحلقوا حسن البصري نكير رميك وحلو أو نكير مجال ذا حقوق بصدي وحلو ضد كانوا وكاف تمام الوجري ضد كانوا وأباه ذين مركع عز قف كالدنيا عزة ياشو ورتوا عم ضد عدول بكاف تمام إلهي مويان سبحانه وتعالى. If you want an honor, if you want a respect, then don't need anyone but Allah. Put your weaknesses in front of Allah, not in front of somebody. Put your need in front of Allah, not in front of someone who may give you or may not give you. And both conditions is by the permission of Allah.